خفيف لايف 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 شاشة. מחבלים החוצה! מחבלים החוצה! מחבלים החוצה!
اطلع اطلع يا زي روح. وين ما يكون ولا ولا معهم خبر، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الجيش اللي بيجيبهم يهجم علينا. مين اللي اعتدى عليك؟ هم المستوطنين والجيش كلهم عجبوا، تركوا المستوطنين وعجبوا اولادنا، شو بدهم احنا بدهم تخبط دورنا، تحط مناديل كمان. بدهم يقعدوا يلعبوا الشارع نعم. إذا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من حي الشيخ جراح نشاهد ما تقوم به قوات الاحتلال من استنفار لقمع المقدسيين في الوقت الذي تيسر فيه. مسيرة للمستوطن، مستوطن الآن يتهجم على أهالي مدينة القدس هنا، لا يوجد أي أحد من عناصر الشرطة يقومون بإبعاده، يعني نشاهد يقومون بحمايته فقط. نعم يعني عم يعطيك العافية من سكان الحي هون. اي نعم. ايش اللي صار هلا؟ المستوطنين حاولوا يهجموا على الحي ويعملوا مظاهر قدام الحي. فكيف احنا بس صرنا نهتف نقول الله اكبر هجموا علينا. الجيش والشرطة هجموا، مش بس هم، الجيش كمان نفسه. نعم يعني شهدنا ايضا مسيرة يرفع فيها المستوطنين الاعلام الاسرائيلية. يعني هذا الاستفزاز. استفزاز وبدهم فينا نحكي، الشرطة كمان بدهاش فينا نحكي. لما صار الشباب يكبروا هجموا عليهم. يلا ولد استليك من فوق يلا. نعم يعني اذا بعبارات عنصريه يقوم ويتلفظها المستوطنين خلال هذه المسيره بالموت للعرب بحسب قولهم خلال المسيره والغناء ورفع الاعلام الاسرائيليه وبحمايه مشدده من قوات الاحتلال. يعني حتى هذه اللحظة نشاهد هنا قوات الاحتلال تعتدي على المقدسيين وتقوم بحماية المستوطنين. يعني الاعتداء لا يقتصر فقط على اهالي مدينه القدس، ايضا الطواقم الصحفيه هنا تتعرض للاعتداء من قبل المستوطنين، يعني خاصه الطواقم الصحفيه الفلسطينيه يتم يعني التهجم عليهم بالفاظ نابيه، وايضا نشاهد ما يقوم به المستوطن. هذا احد المستوطنين. Yeah.
مشاهدينا الكرام، نشاهد هذه المسيرة التي ينظمها المستوطنون الآن في حي الشيخ جراح، مرورا بالحي الشرقي المستهدف من قبل قوات الاحتلال والمعرض أيضا لانتهاكات كبيرة من قبل سلطات الاحتلال لمحاولة إخلاء المقدسيين من منازلهم. اليوم نشهد هذه المسيرة الاعتزازية من قبل المستوطنين الذين يقومون برفع الأعلام الإسرائيلية والتهجم على أهالي مدينة القدس. شهدنا أيضا استخدام ألفاظ نابية اتجاه أهالي مدينة القدس، ولكن في الوقت الذي تصدى لهم المقدسيون بالتكبير والتواجد أمامهم، قامت قوات الاحتلال بالاعتداء عليهم وملاحقتهم. يعني ما نشاهده اليوم في محاولة لحماية هذه المسيرة وتأمينها بقمع المقدسيين والاعتداء عليهم، في الوقت الذي نشاهد هذه التسهيلات للمستوطنين وحمايتهم من قبل قوات الاحتلال والتعزيزات الشرطية المكثفة هنا. هناك تواجد لقوات الخاصة، عناصر من قوات الاحتلال. يعني يستخدمون الألفاظ النابية وأيضا يقولون الموت للعرب خلال هتافاتهم هنا. يعني هذا ما نشهده الآن على مدخل حي الشيخ جراح. يعني أيضا أشير أن صباح اليوم قامت قوات الاحتلال باعتقال فتاتين شقيقتين، يعني تم اعتقالهم من حي الشيخ جراح. ادعت قوات الاحتلال أن إحدى الفتيات التي تم اعتقالها من حي الشيخ جراح وتحديدا من داخل مدرستها في مدرسة الروضة الحديثة أيضا في الحي، قامت بتنفيذ عملية طعن بحسب ادعاءات قوات الاحتلال. يعني هذا ما نشاهده اليوم من الاحتكاك المباشر الذي نشهده من قبل المستوطنين الاعتداء على الفلسطينيين، ما يعني يجعل أهالي مدينة القدس هنا يعيشون في حالة خطر دائم خلال تواجدهم في منازلهم. يتم الاعتداء عليهم، يتم استفزازهم بألفاظ عنصرية نستمع إليها خلال هذا التظاهر. يعني هذا ما نشهده اليوم هو نموذج من ما يعيشه أهالي حي الشيخ جراح بشكل يومي هنا. يعني هناك مستوطنون قد استولوا على منازل المقدسيين هنا في السنوات الماضية، يقطنون بجوار أهالي مدينة القدس وتحديدا أهالي حي الشيخ جراح، يقومون باستفزازهم والاعتداء عليهم. يعني شهدنا قبل أيام ما قامت به الجمعيات الاستيطانية باقتحام منزل عائلة الكرد، وقاموا بشطب الرسومات الذي تم رسمها على جدران داخل المنزل، وهي تعبر على حقهم بتواجدهم في منازلهم وعلى يؤكدون على انهم صامدون في ارضهم وباقون فيها. يعني هذه الرسومات تم الاعتداء عليها، على مستوى رسومات يتم الاعتداء على اهالي مدينه القدس. يعني نحن هنا تحديدا على مدخل الحي المستهدف، يعني هنا 28 وحدة سكنية يتم يحاول سلطات الاحتلال إخلائهم من منازلهم، مهددين بالإخلاء من قبل الجمعيات الاستيطانية. على مدخل هذا الحي نشاهد ما يقوم به الآن المستوطنون برفع الأعلام الإسرائيلية واللافتات التي كتب عليها ألفاظ عنصرية. يعني بحسب الدعوات التي كانت قد نشرت من قبل الجمعيات الاستيطانية بأن هذه المسيرة ستكون هنا على مدخل حي الشيخ جراح وصولا إلى البؤرة الاستيطانية، ما يسميها الاحتلال بشمعون الصديق. يعني الآن أتحدث ويقومون المستوطنين بمحاولة يعني إسكاتي عن الحديث. يعني نشاهد هذه الاعتداءات حتى على الطواقم الصحفية، يتم الاعتداء فقط لمجرد أننا هنا صحفيون فلسطينيون. يتم يعني الاعتداء علينا إن كان بمنعنا من التصوير أو وضع الأعلام الإسرائيلية على الكاميرات. يعني هذا ما نشاهده هنا في هذه الصورة المباشرة من حي الشيخ جراح.
يعني إذا قوات الاحتلال لم تكتفي باعتداء على المقدسيين وأيضا اعتقال فتاة صباح اليوم من هذا الحي، بل أيضا يستمرون باستفزازاتهم بإقامة هذه المظاهرة العنصرية هنا بحسب ما وصفها أهالي مدينة القدس، شن كيف تم الاعتداء على سكان الحي لمجرد تصديها من الألفاظ النابية الذين تعرضون لها من قبل المستوطنين هنا، ويعني مجرد أن قاموا بالتكبير حتى تم اعتداء عليهم وملاحقتهم داخل منازلهم.